بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل كذا وأن لتهمي البركة كتاب الفقه الميسر توزام الأوكي فقه الصوم يو دن مناسبة زوا أزمي ألا يبلغنا وياكم رمضان ألا سا مسا وأن مش قوانا وتن من البركة. ما لن يتشي المسألة الخامسة، شروط وجوب الصيام. وجوب صيام رمضان، يجب صيام رمضان على من توفرت فيه الشروط التالية. يشي واجبين أزمي وأن ندقري نواجبي واللي هو ركن الإسلام ده شروط زيت فريت مالا هنا جي شروط يقول يا شدة نديش الإسلام فلا يجب ولا يصح من الكافر. يشي بواجبي بني كم إني أكنشي في حق يعني في أصل شريعة واجبيني دان أقول الله ذي تنبه دم بأزمي بعه أما بزي إيه ينشبه يا مسلم تا ناك يشي فلا يجب في حال الكفر يعني ولا يصح منهما إن يشيلن إيه ولا يصح الصيام من الكافر لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. يجي دم ولا أزمي عبادة يكون عبادة باتها زمان صحيح للكافر دمي. فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته هي أسلم يعني إذا أسلم صحت منه. ما أسلم شكل إني أسلم أكون مثلا أبدو أبن دي ربك أشكون وتن أكيد زي الأورا يعني أشياء أني 10 أيام أنا أزمي أني كوانا قومة هي يمثل أنت أو أنندقى إني أزم بهي رامة بدك ليزوا قومة شي كنا أني في مي نرأي شيء الإسلام شي دين زمان أكن شيء وانا شروط شدة نرأي مسلين شيء لازم يكون مسلميني تو وانا كي شركة مالا وانا كي شركة شيء ما أيكن شيء أباتش هي دينتا وانا شركة لشيء كافر ليسكي. قال الله عز وجل إن أشركته ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لن أشركت لحبطن عملك دم الدنيا كلها مهزوه يقولون مالمين يقولون بوكا يقولون ونا دونا والعياذ بالله أيكم سواء بأشيك دمي لا ألا نيشي سبحانه وتعالى لأن أشركت لا يحبطن عملك وتكون من الخاسرين والعياذ بالله. نبي البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف يعني تي متى أنت ببلغ بواجب بني أكنش إيه بواجب بني أكنش لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 دمي دليل مو أنا بأشي رفع القلم يعني قلم التكليف وند يجيك واجب عبادة أكم متن قلم التكليف عن أي شيء أكم أكو عن 3 فذكر منهم الصبي حتى يحتلم يجي دقتكم أكو نن يفر أي شيء كرمي هي بلغة الاحتلام شين البلوغ. ولكنه يصح صيام من غير البالغ يجي أما إن يجي من غير البالغ لو صام يجي إن يجي أزم الله ذكر به أما بوا دولة بني أكن شيئا كمان نافلة شيءك إذا كان مميزا يعني أنا بمن شواز أكان أبيك كيواد أبو ومركب مميز زي ما يزال عن قليش زي ما يزال بين الطيب والبطال والمعروف والمنكر. نعم إيش إذا كان مميزا وينبغي الولي أمره أن يأمره بالصوم يجيكم أنا سو إيه يعني أنا رغبوه ولي أمر شيء يا ون مثلا شيء يا أمر شيء لأزمي ليعتاد هو يألفه دني سابا يناي تعلم تاني نأكو العقل فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه. يجي وانا بس لهنك يك وما هو شيء عفان الله وإياكم كوهم معتوه وند يعني هنك نشي أبته يجي ونن بابو أنك أزمي أكنسو دم بسمي سكي يقول قبل صلى الله عليه وسلم روح القلم عن 3 يجي ده عن أشي قلم ون حديث الأزو فذاك منهم المجنون حتى يفيق يجي أكنسو يفر ما هو شيء هي وركي كوهم هي تاشد يا فرف أودق هو كسر نسأل الله العافية. نأكو يجي الصحة يا شيء نأكو نأكو العقل نديها الإسلام نبيو البلوغ نأكو العقل نهدو الصحة. فمن كان مريضا لا يليق الصيام لمن يجب إيش نأكو يا شيء الصحة. فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه يا شيء ونديك باش الله فيها قم بزئ جوري وأزمي بقى وإن صام صح صيامه يا شيء. فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه يا شيء وند بزئ جوري وبي أزمي رش الله فيها بتبلي شيء جوري أزمي بدوره بني أكنش. أما إني دوري وإن صام يدد يدور أكنش أدور يدوني صح صيامه لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعلة من أيام أخرى فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من الأيام. كم أن ون مريض الله فيها تاشي تاكو هي يرام أبندي كم شيء وان كايم وشيء وان كاي رش الله فيها ما لم يسنا بمب تاشي أقول رش الله فيها نبتين إني أزمي زيها لك ونهر مني أزمي أكو وند إني أزمي رش الله فيه زيك أرو
azumin shi in ya Allah ya karba amma in ya da alhaki dan ya shiga mukhatara da ransa dan gashi lafiyar karuwa yake kaga shi ma hanyar halaka ce yanzu da ya zama abin lalala da dukan alhaki dan me dan Allah ne baka rukhsa karbe dan me zaka yi kanka Allah ya ce wala tuquba alaikum illa tahluka eh kuma akwai rashin lafiyar da zai shi sha wuya amma rashin lafiyar baya karuwa kaman ciwon kai ciwon jiki amma baya karuwa amma ka kaman nasu Allah salamu alaihi ciwon kundu wannan yana wannan mutum wannan kila shi tana ciwo ko kuma wal azabila kabin shi a ciwo Allah ya warkar da wanda suke mu kuma nasu Allah alafiya to nan in aka ce he dinga shirwa ko ce an samu wannan 3 sa'a 4 sa'a da shirwa shi kuma he yiki yasa taurin kai ya azumi a haka to wannan ko azumi Allah ya karba annan shi amma ya dalaki dan me ya shiga cikin mukhatara da shi ya shiga cikin hatsari ya shiga kan shi dan wanda abin da yasa wannan kila tashi ta bace ma gaba ɗaya kuma ya zama ya shiga wahala ya shiga mutane wahala tare da shi na'am yace khamsa al-iqamatu fala yajib as-sawm ala musafir kuma iqama yazu mutum muqim ne ba asafir yake ba yana azu nake a garin sa li qawlihi ta'ala wa man kana minkum maridan ala safarin fi 'iddatin min ayamin ukhra falaw sama al-musafir sah siyamuhu wa yajib alayhi qada ma aftarahu fi as-safar yace amma a ce na kin safarin yin azumi ya kuma ba komai akan shi ba kaman mara lafiya bane wanda rashin lafiya za ta karu in za ta karu akwai alaki ba ta karuwa babu alaki makruhi ne yani akwai makruhi akwai haramun hasaban rashin lafiyar da yake akwai wacce za ta halakar da shi haramun ce akwai wacce kai da kire ku bita makruhi ce akwai wacce ba komai akan shi da rashin lafiyar ba abin da za ta kara mai na'am sannan shi na uku na biyar ce al-iqama na shida yace al-khulu min al-hayd wa an-nifas yace fa al-hayd wa an-nifas la yajib alayhim as-siyam bal yahrum alayhima yace wacce take haila da wacce ta aifu babu azumi a kansu bal ma yace in suka yi haramun ne in suka yi azumi Allah ba ya karban shi kuma sun dauki alaki li qawlihi alayhi salatu wasallam alaysa idha hadath lam tusalli wa lam tasum fa dhalika min nuqsan diniha wa yajib alqada alayhima yace kuma wajibi ne su ramu wannan azumin suka sha li qawli aisha radhiyallahu anha kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'i as-sawm wa la nu'maru bi qada'i as-salah yani in wannan ya zama jini ya zama kuma ta aifu za ta rama azumi amma ba ta rama sallah na'am yace almas'alatu as-sadisa thubut dukhul shahr ramadan wa qada'ihi sannan wannan abun shida in shurutun shida mutum ta zama akan shi ko wani musulmi balagagge kaza kaza wannan shidan da aka zakara ya yani tazo akan shi haka ne to sannan kuma yace almas'alatu as-sadisa thubut dukhul shahr ramadan wa qada'ihi yathbut dukhul shahr ramadan bi ru'yat al-hilal bi nafsihi او بشاهد او بشاهد غيره على رؤيته يجي شيء ان يغوتا كما قال النبي شيء اذا رايت امه صوم ولا تفطر كو كما وان يغنشي باشي لاباري يجي ان غوتا شيء كنا برؤيته بنفسه او بشاهد غيره على رؤيته كو من يشهد شيء نا غوتا يا شهيدا شيء كنا او اخباره بذلك كو اباشي لاباري ان غوتا تو ياي فاذا شهد مسلم عدل برؤيه هلال رمضان ثبت بهذه الشهاده دخول شهر رمضان يجي ان دي مسلمين يجي يا غوتا شيكينن وان غوتا يا شغو لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم الله يجي فمن شهد منكم الشهر ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا ولحديث ابن عمر رضي الله عنه اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيه رمضان فصامه وامر الناس بصيامه يجي نايشي والنبي ترى الناس هلال وجن حديثا فرأيته يجي متى سنك دوبا الناس يرى النبي الصحابة أبو بكر عمر الصحابي لك سنة أنا من كلام وده هي عبد الله بن عمر شيء يجي يجي أخبر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يجي النبي النبي لاباري ناقة وتعني كأي شيء عبد الله بن عمر كم مثلا يا سوري إيه يجي فصامه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أزم وأمر الناس بالصيام كم أمر شمت الناس كأزم الله أكبر فإن لم يرى الهلال يجي أما أم بقى وتها بقى أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وكم المسلمين باو مسلمين ده شيء يجنش وجب اكمال عدد شعبان 30 يشي واجبي ني اشكا شعبان 30 دن دو دامن وتا انوا يوانجي 29 ني ينا زوا 30 كدن ني من سكي زوا يعني هيك تشي وجن 6 شهور كو 8 شهور 29 كو كما 4 شهور هي زمن 30 الاصل ازمي او وتني 29 ني كان ده النبي نحن امه اميه لا نكتب ولا نقرا يجي الشهر هكذا يفد غوما هكذا وتا غوما kuma yace haka za hay nade wannan 29 kenan na'am yace in ba a ganshi ba eh au itmam sha'ban wannan wajaba ikmalu iddat sha'ban 30 yawman wala yathbut dukhul ash-shahr bighayr hadhain al-amrayn ru'yat al-hilal au itmam sha'ban 30 yawman
yace wata baya shigowa haida wannan in ma a ga wata ko a 29 ne an ga wata shikenan dama mun ce wancin shi a 29 ne yawancin mutane suna cewa duk shahar 30 ne lala wanda wanda ba sani bane amma wanda suka karatun wannan wata da wannan wata da tauraro sun ba da labari musulmi malaman musulmi ba na kafire ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam gashi a kwande wata yace wata haka ne yace 29 ne yawancin shi to shine in ma aga wata in aga wata ko 29 ne shikenan ya gama wannan shaharin in ba aga wata ba sai a cika sha'ban 30 babu ko a cika azumi 30 babu 31 a shaharin wannan musulunci babu 31 wannan duna arna ne dan haka za ga wasu suna ta sharruwa azumin ya wuce he shas yau ba su ga wata ba to wannan da ka kara akan watan azumi 1 2 3 a wancan watan wannan wata ka shiga duk jahilci ne wannan dan haka in ma ka gani kai ko kuma wani ya gani ya ga ya ma ko kuma aka yada a gari aka ce an gani shikenan in ma masuliyar kake tsoro Allah ya ce wa tu'u Allah wa rasuluhu al-amr minkum hayku dora manya dago gujuro bu kiyama wanda yujure ku alakiya kanshi insha Allah kuma ba musulmin zai yujure ka dan shi in ya yujure ka wace amfani zai samu me zai amfana in ya yujure ka yi azumi a azumi ba ko yujure ka sharuwa kuma shi wannan amfani zai samu babu amfani zai samu balle kace ya samu kudi ko ya samu wani abu to wani aike ne shedan dan haka yace idza ra'aytumuhu kalli bi dhamir al-jam' fasumu wa idza ra'aytumuhu faftiru yan wannan ibada ce jama'iyya babu kai kake ce zaka azumi akwai zai zama wannan malami in mutun ya ga wata shi kadai na azumi ko na idi zai dauka ko ba ya dauka khilaf ne bainul ulama wanda kace ka sauke kai azumi tare da malamai da sarakai da duga magari he sarakai kuma sun ba da izini haka wannan addini yazo kaman haji ne ibada ce jama'iyya kaman idi ne ibada ce jama'iyya kaman istisqa Allah ya mana ruwa ibada ce jama'iyya baka yanta kai kadai ka sa taurin kai kace kai baga wata ba kai wajen kwana biyar kana shan ruwa duk wannan jahilci ne yawanci kuma da taurin kai ko kuma mutane tun da suna da ihtiyat suna tsoro kar ayu dare su amma abin he zama har ya wuce gona da iri tun ne zan yi karatu kuma a cikin karatu yake kuma duk wanda suke azumin dadadan sadakan malamai ne yawanci zaka tadda kuma wanda suke karatu ne sun san akan da dai ake tafiya shine jahili zai kamo shi ya fi kowa wayo ba zai shiba kai wai kar je azumi ko kar sha ruwa ayi wannan kuskure akai kuskure wannan alhaji ba akan kai yake ba dan Allah ya ce wa ulul amri minkum yan kubu Allah kubu annabi kubu ummul amri minkum na'am bi qawli sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi kin gani ko in aka gani bai ce bai ka gani kai kaga wannan ruwaya sumu li ru'yatihi in aka ganshi ku dauki azumi wa aftilu li ru'yatihi ba shi idza ra'aita ba li ru'yatihi in aka gani ka gani yani ba kai ka gani ba fa in ghubbiya alaikum fa akmilu 'idda sha'ban 30 yace in akai ghaim ko kuma qura ko akai gajimare sai a cika sha'ban 30 kuma a dauke tashi da azumi babu wani a ce an ga wata ta ne in sha'ban ya shiga 30 yani in yana 29 sha'ban an ga wata gobe za ta tashi da azumi in ba ga wata ba dan saboda gajimare ko kura ko dai wani duhu ko hayaki ba a gani ba dai aka cika sha'ban 30 bayan wannan 30 din babu zancen ka sharuwa ka je ba ga wata ba gashin annabi ya ce in kun ga wata yana 29 ko dauki azumi ba gota ba in ya cika 30 a dauki azumi babu 31 a shirya dauka ka sha azumi da gangan malam kai hankali wa yathbut inqida ramadan bi ru'yat hilal shahr shawwal bi shahadat muslimin adlain yace wa yathbut inqida ramadan kuma in za a sha ruwan azumi na idi bayan azumi dole he mutum shahidai guda biyu sun bada anan in za a shiga azumin shahidi daya isa kan da Umar ce na gani amma in da idi za a yi هدول هي مسلمين قد أبي ديبي إسبا الله أكبر كلوب احتياط دنكر أفضل عبادة أجيب أروي الله أكبر فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما شما كمان شعبان إن دينا 29 وان سقل يسنقني منيا وان مسلمين يسقل يسنقني شيكينا هنا 29 أما إن يشك 30 إي دول أشاروا شيكينا يشك 30 30 لنوك يسوكي وتم مسلمي باب سمن 30 كو ليا babu rabin rana 30 da rabin rana babu ko 31 babu ya 29 in aka wata shikenan ya 30 in ya cika 30 shikenan duk wani taurin kai jama'a a bashi abu karatu kuma a tambayi wanda kai da addinin shi malamai aka ce kai ka tambaya ba ce ka tambaya ba Allah ne ma yace fasalu ahli dhikri wanda kai da addinin shi ka tambaye shi ba ce ka tambaye kowanne mutum ba a share ka je ka samu harami ko san babban malamai in suna karanta wanda kai da shi ka ce ya hakan ya ma bayani a garin kake ka tambaye babban malamai wai hana ka mutane suke tambaye malamai su dinga aiki da kansu addini yanzu ka dauko jawal ka ce mai gashi jawal nan ya baci gyara min bai isa bai miƙa ne shi ni ban san takan jawal ba amma addini zai ga yana ta gwaninta shi ma dan gyara ne kowa ya zama
زي يا رب ذاتي أبو جماعة أديني هكا قوة عقلك كيف هي زي أديني الله يسامح قاني جزاكم الله خير الله يبلغ أمر رمضان والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هي سيد إن شاء الله نرسم يزوج جزاكم الله خير